واللي كل تفاصيل الإفك والمكر اللي اتعملت على مصر خلال على الأقل 10 سنين اللي فاتوا، واللي كانت امتداد، عشان كده قلت أنا هتكلم على قناة السويس وبس، وكانت امتداد لبناء حالة من عدم الثقة للإنسان المصري تبقى جزء من الشخصية المصرية، متشككة غير واثقة في نفسها وفي بلدها. ده بناء فكري وجداني اتعمل لمصر خلال 40-50 سنة، وهم يعتقدون أنهم هيقدروا من خلال ده يبنوا أمة. الأمة لا تبنى إلا على البناء والإصلاح فقط، لا الخراب ولا الإساءة ولا الإهانة ولا الهدم ولا التشكيك ولا الظلم. لما أنا أقول على عمل عمله المسؤول إن العمل ده منقوص أو فاسد أو غير مدروس، أنا بظلمه، بظلم جهده وعمله، بحط على العمل بتاعه تراب، عشان كده قلت في بداية الكلام انتوا ده اللي احنا هنقوله لكم حكاية وطن في 3 أيام. في هنا معانا ناس سياسيين كتير يقول لك يا راجل حد يقول عندكم فرصة في الانتخابات؟ اسمعوا الكلام، شوفوا. بسم الله الرحمن الرحيم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. محدش